انطلقت اليوم بطولة البحرين الإيجابية للرجل الآلي برعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، وبإشراف مباشر من قبل وزارة التربية والتعليم، بمشاركة ما يزيد على 800 شاب وشابة يمثلون 90 فريقا من مختلف المراحل الدراسية والمراكز الشبابية في البحرين، حيث تأتي مشاركتهم بهدف الفوز والتأهل لنيل شرف تمثيل المملكة في بطولة فيكس العالمية للروبوتات، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في إبريل القادم. ولمعرفة الجوانب المتعلقة بهذه البطولة معنا عبر الهاتف منى سليم، الرئيس التنفيذي لبطولة البحرين الإيجابية للرجل الآلي. أستاذة منى، بعد التحية، هل لك أن تحدثينا عن الأهداف التي تسعى بطولة البحرين للرجل الآلي في تحقيقها من خلال هذه البطولة؟ مساء الخير عليكم وشكرا للاستضافة لهذا الحدث المهم اللي بأهلنا للوصول إلى المحافل الدولية. بطولة فيكس هي للعام الثالث الحمد لله تقام في مملكتنا الغالية، وبيكون بيشارك فيها جميع فئات الطلبة من جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وأيضا من مراكز الإبداع مراكز الأجيال، وهي مفتوحة أيضا للطلبة اللي حتى يمثلون أنفسهم. طبعا الهدف من نشر الروبوت كمناهج أو كوسيلة لضبط السلوك وأيضا لعزوف الشباب عادة عن اللي نسميه احنا برنامج الستيم اللي هو الساينس والتكنولوجي والرياضيات. الروبوت كان أحد الوسائل إنه تحبيب الطلبة في مبادئ الهندسة، فكان هذا أحد من الأسباب. ثاني شيء كان يؤدي إلى تعديل بعض السلوكيات اللي هي الأنانية والتعامل الفردي عادة. من أهم أسباب نجاح الروبوت هو العمل الجماعي، وثاني شيء تحبيبهم في الهندسة والساينس والماث والتقنية، وهي طبعا تحقيق لرؤية جلالة الملك أطال الله في عمره اللي هي 2030 للرؤية الاقتصادية، من خلال أن الطلبة يصبحوا في المستقبل إن شاء الله هم مصنعين وليسوا مستهلكين. هذه يعني من أحد الأسباب البسيطة اللي هو يطول شرحها بالنسبة لمسابقة الروبوت. نعم، أهداف جميلة. هل تحدثين عن عملية الانتقاء؟ كيف سيتم انتقاء الفرق المتأهلة للمراحل النهائية للبطولة؟ وما هي طبيعة هذه الجوائز التي ستنالها الفرق؟ طبعا هناك جوائز العديدة، لكن أهم جائزتين هم جائزة نسميها الشامبيونشيب اللي هو المتأهل عادة، والجائزة الأخرى اللي هو الإكسلنسي. طبعا للعلم أنه المتأهل الأول والثاني يكون ثلاث فرق تعمل تحالف وينطلقون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عادة الفرق إحنا ندعوها جميعها بالبحرين وحدة وطنية، فلو كان هناك ثلاثة فرق تمثل البحرين في المحفل الدولي الذي يقام في الولايات المتحدة سنويا، يطلق عليها الفريق الأول بحرين وحدة وطنية أول، بحرين وحدة وطنية ثاني، البحرين وحدة وطنية ثالث. فهذا شيء يعزز المواطنة، يرفع علم البحرين عاليا، والحمد لله الحين على مدى 6 سنوات الحمد لله يعني أنجزنا الكثير ووصلنا إلى المركز الرابع على 10,000 فريق العام الدراسي العام الماضي. طبعا 10,000 فريق نتكلم إن الفريق الواحد ما بين 4 طلاب إلى 6، فكانت المملكة حازت على الرقم 4 على 40,000 طالب يمثلون 35 دولة و50 ولاية من الولايات المتحدة. يعني نقول أن البحرين وصلت إلى المركز الرابع على 85 دولة حول العالم. نعم، السيدة منى سليم، الرئيس التنفيذي لبطولة البحرين الإيجابية للرجل الآلي، شكرا جزيلا لك.